سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من انتصر الليل واستشرى الألم في جسدها كعادته. كل ليلة رائحة القيء النتني وعلب الأدوية الفارغة وتلك الوسادة القاطنة من رأسها الأقرع. كل ما يحيط بها يزيدها نفورا من الحياة وإصرارا على خوض رحلة أبدية نحو الموت. سئمت كل شيء حتى ذلك الضجيج الذي يربك في كل ليلة محاولتها كي تستسرق لحظة عابرة من النوم. وضعت الوسادة فوق رأسها وتكومت داخل الغطاء لكن بدون جدوى. صوت تلك القهقهات التي تختنقها وتحاصرها كشبح يرافقها، وتلك العاهرة التي تسكنها والتي مزقت روحها قطعة قطعة تتجول في حدائق ذاكرتها الضيقة. هزتها رياح قوية من فراشها إلى هناك، لكن سرعان ما وجدت نفسها واقفة أمام غرفة. كلما أغلقت بابها فتحه ظل الماضي الذي يطاردها. كان يوم مشع في هدوء، والسماء تعانق لونها الأزرق فرحة بعرس ألوان قوس قزح المتحررة من أسرها، والشمس تطل من بعيد بأجنحتها الذهبية الحالمة على فرحة الحياة المزهرة، والتي لا تضاهي فرحة الطفلة سعيدة بدمية صنعتها لها جدتها من القماش والصوف، وهي جالسة مع صديقتها عائشة بالقرب من سور الدار يفترشن قطعة حصير زينته الثقوب المتآكلة الجوانب، تمشط بأناملها الرقيقة شعرها البني لتصنع ضفيرة، ثم تعانقها وتحكي لها ببراءة عن فارس أحلامها الذي سيأتي بحصانه الأبيض يصطحبها إلى حياة أخرى وراء السحب البعيدة كما تقول جدتها. يأتي في نهاية كل كابوس ليحملنا إلى هناك. أخبرتها أنها ستظل معها دائما، وأن جدتها وعدتها بأن تصنع لها هي أيضا عريسا يشبه فارسها. سخرت عائشة من قولها وأخبرتها بأن والدته قالت لها في إحدى الليالي بعدما نال منها والدها ضربا أنها ستعاقبها إذا ما طلبت منها أن تحكي لها حكاية قبل النوم، وأنه لا وجود لفارس في الواقع الذي نعيشه ولا قصر من الزهور، بل إن الأمر موجود بالحكايات فقط، والتي أغلبها كذبة صنعها شخص من وهم لننام بسرعة ويحرمنا من متعة السهر الجميلة. هي حكاية لا يجوز أن نستسلم لها إلا في وقت النوم، وإلا سنعيش في الوهم الحياة بكاملها. وأخبرتني أيضا أن هناك وحوشا مفترسة كوالدي في هيئة رجل وليس كفارس. سألتها كيف ذلك أمي، لكنها لم تجبني. بقيت كلمات عائشة تتردد في عقل سعيدة الصغير ليشترها خوف كبير، والتي لم تستطع فهم شيء منهم منذ ذلك اليوم. امتنعت هي أيضا عن النوم بالقرب من جدتها وسماع حكاياتها. وفي أحد أيام تشرين الفارغة من نسيم الحياة، كانت سعيدة تجلس في صمت تتأمل أنامل جدتها الخشنة وهي تراقص بلطف خيوط الصوف لتنهي الرقصة بعقدة. سألتها لما العقدة جدتي؟ ابتسمت بهدوء كعادتها لتحافظ على متانة ما نصنع به ويبقى صامدا مهما استغله البشر، ثم أكملت عملها ونظرات سعيدة تطوقها. قطع سهوها صوت الجارة حد الخشن: سلام عليكم أم الإنطار. ومعها بعض النساء الأجنبيات ألقت الجدة التحية واصطبحت ضيوفها إلى الصالة. استغلت سعيدة انشغال جدتها بالحديث
عن عقم الجارية السعدية وعن زواج زوجها بشابة من مدينة وسفره المتواصل لزيارتها، وتسللت إلى المطبخ للبحث عن كيس الشعير الذي كانت تخفيه جدتها خوفا من أن تطعمها لصغار الدجاج. وأخيرا وجدتها، قالت سعيدة فرحة وهي تحاول فك العقدة. قطعها صوت جدتها: سعيدة فينك بنتي؟ أعادت الكيس إلى مكانه واتجهت مسرعة إلى الصالة. قالت الجدة بفخر واعتزاز: هذه هي بنت ولدي رحمة الله. وجلست بالقرب من جدتها تتفحص بعيونها البنية النساء الموجودة بالصالة ولباسهن العصري البهيج الذي لم ترمقه عيونها من قبل. أضافت الجدة: إلا ما كنتيش غادي تصلي فيها تبقى معي أحسن. لم تفهم سعيدة شيئا مما يدور حولها. قالت إحداهن: لا عليك سيدتي، ستكون في نعيم. فيما يخص راتبها سيصلك بإذن الله في نهاية كل شهر، غدا سأعود لاصطحابها في تمام الساعة 7 صباحا. ثم غادرنا الدار. قالت الجدة فرحة: سعيدة بنيتي افرحي واسعدي، أخيرا سيضحك لك الحظ وستنعتقين من ضجر هذا الدوار المتخلف وهذه الحياة القاسية. ستذهبين للاشتغال في بيت إحدى النساء الغنيات بالمدينة، هناك ستبدأين حقيقة تحولك إلى فتاة أكثر قيمة، ولن تجدي نفسك مضطرة للعيش مع رجل مسن في سن جدك كما وقع لصديقتك عائشة. أنا هرمت ولم أعد قادرة على غسل الصوف أو غسله ولا حتى شم رائحته التي أصبحت تختنق أنفاسي حد الموت. بصري قل نظره، أملي في الله وفيك بنيتي تعيلينني حتى يأتي أجلي. لا جدتي أطال الله عمرك. قطعتها سعيدة وانصرفت باتجاه غرفتها. لم تنم تلك الليلة، بقيت تفكر فيما قالت جدتها إلى أن تسلل نور الفجر من نافذتها ليرسم على الجدار رقعة من أمل مجهول وفارغ. نهضت من الفراش باتجاه سطح الدار، وقفت بشموخ فتاة بدوية لم تخلق لتهزم، تتأمل آخر ألوان الحياة التي لم تكن يخيل إليها يوما أنها عديدة ومتحولة بتحول الفصول والوجوه والضمائر، وهي شاردة تنظر من بعيد إلى المنازل المتنافرة وإلى الحقول الممتدة. سمعت صوت محرك سيارة رمت ببصرها إلى الأسفل لتظهر لها المرأة الأنيقة التي غادرت أمس قبل أن تودع سعيدة. جدتها انهمر الدمع من عينيها وصرخت: لا تتركيني جدتي أرجوك، أخاف الطريق بدونك. جدتي كيف سأنام في فراش لا أشم فيه رائحة أناملك؟ كيف أتنفس هواء الصباح دون ابتسامتك؟ جدتي أمسكي يدي، دعيني أختبئ وراء ثوبك كعادتي حين أخاف رائحة الأرض والكروم والمواشي والحبوب. كيف سأعيش جدتي؟ لكن صراخها لم يكن إلا تنهيدة جبانة تتجول داخلها وتخنقها. في الطريق أخذت سعيدة تحدق بدميتها المرمية في كيس بلاستيكي وبعض من الثياب ليملأ ثغرها العريض ابتسامة خافتة وجافة. وعند الوصول إلى بيت السيدة حنة، وكان هذا اسمها الذي لم تعرفه سعيدة إلا من خلال زوجها السيد كمال الذي عقد حاجبيه أول ما رأى سعيدة، قالت حنان: هذه الخادمة الجديدة لا تزال صغيرة نروضها على طريقتنا. وضحكت، لم تفهم سعيدة شيئا كالعادة. أحنت رأسها وانتظرت حاملة كيس أغراضها بالقرب من الباب حتى أشارت السيدة حنان بانصرافها إلى الغرفة المجاورة للمطبخ. لم تكن تلك الغرفة مألوفة لها، لا صوت الصمت فيها ولا رائحتها التي حبست أنفاسها، بل حتى لون جدرانها كان غريبا لم يسبق أن شاهدته ولا أحست، لون عجزت على تمييزه. وذلك النور المتسلل من النافذة لم يكن يضيء شيئا في عتمة قلبها.
كانت أياما صعبة تتأرجح بين صراخ السيدة حنان وتوبيخها وإشغال البيت التي لا تنتهي. كان السيد كمال قليل الكلام وهادئا ذا نظرات ثاقبة ووسامة مفرطة تجعله يخترق قلب كل من أبحر في تقاسم وجهه المتوهج. تسعيدة لم تنفلت من وسامته التي أصبح تجذبها يوما بعد يوم، وذكرتها بأنوثتها التي كانت قد نيصيتها من فرط الهموم. إحساس رهيب سكنها، ضجر الأيام أصبحت تنتظر في شوق عودته من العمل لتضع له وجبة العشاء بكل تفاصيل الحب المريبة، تترقب التفاتة إليها في أحرى من الجمر. لكن حنان كانت تعكر صفو رغبتها التي كادت أن تصيب عدة مرات ضعف كمال الرجل أمام كيد امرأة شابة وداهية وفاتنة. بعد مرور الأيام أصبحت علاقة حنان بكمال متدهورة، صار يدخل البيت متأخرا وغالبا فاقدا للوعي، وينام في غرفة الجلوس ويخرج باكرا إلى أن يجيء المساء، ولا أحد يعلم سبب هذا التغيير الذي جعل كل الناس يستغربون منه ومن حاله، الشيء الذي زاد من حظوة سعيدة في التقرب منه ومواساته ما دام أن زوجته فشلت في ذلك. لما لا وحاول إخراج المسكين من معاناته، قالت في نفسها آملة في الفوز بليلة بين أحضائه تطفئ لهيب قلبها الجاف. كانت ليلة متمردة على كل ما يحيط بها هي ولا أحد غيرهما في غرفة لم تزرها الشمس يوما، باتت مرتعا للحشرات والفئران الضالة وللبدوية سعيدة. أول مرة ينتعش ذات والميت برحق رجل، وما تزيده هي وما اختارت أن تحصه ليلتها كانت سعادتها في حجم الليل الذي جرح لونه الأسود بكارة وعذرية السماء، وبحجم الكبت الذي جعل الجنس يملأ الحقول والخلاء والسطوح والأزقة الضيقة والمنازل المهجورة وجوانب القبور وبين شقوق الخواء يحول القلوب من فارغة إلى معتمة. صار كمال يلجأ إلى سعيدة في كل ليلة، جعلت نيران خفية تجعل من الإنسان كومة من الرغبات التي لا تنتهي إلا بما عتق وعصر من قرون. سألتها وماذا عن زوجته؟ كيف كانت ردة فعلتها عندما علمت بعلاقتكما؟ أردت كان يحبها كثيرا لدرجة اختار خيانتها عوضا عن قتلها، وأنا اخترت قتله لأنه يحبها. السرطان مرض يقبل العلاج، قلت لها وبابتسامة امرأة بدوية لا تخلق لتهزم. لم أهبأ يوما، السرطان هو الذكرى الوحيدة المتبقية من جسده وعشقه الزائف. ما يرعبني حقا هو هذا الحب الذي لا يزال يعيش على أمل لقائه حتى وهو ميت، وهنا أو هناك لا فرق، المهم أنني أحببت. هل سبق وأحسست بالحب؟ لا أريد الحديث بكل ما يشغل بالي الآن، قرار محاكمتي سيكون غدا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.